في الشطرنج. يلا نشوف كده، ندخل على تشيس. chess.org tools analysis board. هنبتدي نلعبه بالابيض طبعا، تمام. فانا هلعب الدي 4، هيرد بالدي 4، بلعب له الاي 4 طبعا، بدا ببلاش بياكله كده اهو. بطلع اطلبه بالحصان، بيحميه بالحصان بتاعه في اف 6. اعتبره بدا كده طبعا، بدا ضعيف، راح واكل. ومتوقع دلوقتي ان انا اكل مثلا بالحصان دوت، صح؟ انا باكل بالوزير طبعا. هو بيلاقي بدا ببلاش تاني اهو، بيروح طمعان ويروح واخده، لان هو لاعب جديد مش بيحسب كتير يعني. بدايين خدهم، خد بدا ببلاش اهو تاني كده. بعمل ايه دلوقتي؟ بروح طالع بالبيشوب وطالب الوزير بتاعه، بيدور هو على احسن مكان يروح فيه في الرقعة، بيلاقي احسن مكان ده. ليه بقى؟ لو طلعت انا كده مثلا يعني، بيروح واخد ده كده كش، وواخد الرخ من الناحية التانية، وكده دوره بيتحسن خطوة بخطوة. في الحقيقة انا مش بعمل كده خالص، برد رد حلو جدا، ان انا بعمل ببيت تبيت طويل. في الحالة ديت هو ممكن يلاقي اللعبة ديت جميلة جدا جدا جدا، ان البيشوب الابيض محمي بالحصان، وهنا طالب يا الوزير يا الروك تاني اهم قطع في الدور بتاعي او في القطع. في الحالة ديت انا اللعبة المفتاحية في الفخ دوت، ان انا بسيب له الوزير خالص، بروح طالب الحصان بتاعي هنا كده محمي بالبيشوب الابيض بتاعي، وهنا طالب دي عشان كش واخد الرخ. هو ممكن يشوف دي كده وما يشوفش ان انا واخد العمود دوت بالروك بتاعتي، فهو على طول هو راح واخد ده كده عشان هو لاعب جديد، يقول لك انا خدت وزير، تدي له هنا كش ملهاش حل. وهي دي اللعبه او الفخ اللي تلعبه مع لعيب جديد، وابسط واسهل فخ ممكن تلعبه. شكرا لاستماعكم، اتمنى انك تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد.